إني أخاف عليكم يوم التناد الذي يحصل فيه النداءات كثيرة جدا، لكن أعظم هذه النداءات نداءان، اسمعوا هذين النداءين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تعبدون. شوف، ويوم أين شركائي، النداء هنا عن أي شيء؟ عن إيش؟ عن الإخلاص له، لأن حقه أن يعبد وحده، نعبده مخلصين له الدين. فهنا أين شركائي اللي جعلتموهم شركاء فلم تخلصوا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا النداء الثاني. وهنا ماذا أجبتم المرسلين، يعني الاتباع الذي أمرتم به هل أديتموه، اجعل هذا على بالك. هذان السؤالان أعد لهما جوابا، لن ينفعك لا مالك ولا عشيرتك ولا منصبك ولا من أغواك من أهل البدع والفتن، لن يقولوا عنك من الله.